أهلا وسهلا بكم في قناة جمال علاء الدين. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس والضغط على زر إعجاب ليصلكم كل جديد. موضوعنا اليوم يتكلم على واقع مدينة الخميسات ومميزاتها. فعلا فهذه المدينة تتميز بكونها المدينة الوحيدة في المغرب التي تعاني على جميع الأصعدة، بحيث تفتقر لكل شيء، أولها فرص العمل والبطالة وكثرة الإجرام وتفشي الجريمة والدعارة، دون الحديث عن القمع الذي يعيشه أبناء الخميسات من جميع القطاعات المسؤولة. وأيضا تتميز مدينة الخميسات بعدم المراقبة، وهذا ما يعطي للمسؤولين عليها فرصة لضرب حقوق الإنسان على عرض الحائط بهذه المدينة المهمشة وطنيا ومحليا. ونبقى دائما فيما يميز مدينتنا الفارغة من الشركات والمصانع، والتي لا تبعد عن القصر الملكي سوى بكيلومترات قليلة لا تتعدى 40 دقيقة. وأيضا تقع هذه المدينة في وسط البلاد، لكنها تعيش في غنج، تعيش في غنج وعزلة تامة من المسؤولين على ربوع الوطن الحبيب، هذا الوطن الذي يعرف أبناء الخميسات حق المعرفة من خلال دماء شهداء التي سالت على حدود البلاد للحفاظ على وحدته الترابية وعلى جميع المواطنين. فكلنا نعلم بأن الجيش المغربي يضم أعلى نسبة من الجنود أبناء مدينة الخميسات منذ نشأته إلى يومنا هذا. ورغم كل هذا، فمدينة الخميسات قرأت على روحها الفاتحة، وكتب على أبناء الشهداء أن يعيشوا في معاناة دائمة، لا شفيق ولا رحيم، حتى ممثلي الأحزاب هم أول أعداء هذه المدينة التي لم يعطوها حقها طيلة مدتهم الانتخابية. فقط همهم الوحيد هو النصب والنهب على هذه المدينة بالوعود الكاذبة وبالمشاريع الخيالية لا وجود لها على أرض الواقع. أليس من الواجب على هذه الدولة محاسبة من جعلوا من هذه المدينة مجرد اسم على خريطة، تجهل واقع المعيشي للمدينة الخميسات المنسية؟ ولهذا نسأل نحن أبناء مدينة الخميسات عن من هم المسؤولين على هذا الوضع المر الذي تعيشه المدينة وأبناؤها المقهورين من كل الجوانب. ثانيا، نطالب بتحقيق وطني مع كل مسؤولين الذين أشرفوا على تمثيل المدينة وتسييرها. ثالثا، نطالب بإدماج الخميسات في مخطط محاربة الفقر والتهميش والفساد الإداري والشطط في السلطة. رابعا، نريد أن تعطى لهذه المدينة العتيقة حقها من المغرب الأخضر، وتوفير أماكن للتنزه مع مراعاة لحقوق الإنسان بهذه المدينة التي تعيش على هوى مسيريها. خامسا، نطالب بتسوية مدينة الخميسات مع باقي المدن المغربية وتمتيعها بنفس الحقوق وتوفير كل متطلبات الساكنة التي تعيش العزلة بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. قبل أن أختم كلامي، نتمنى من الله أن تجد كلماتي أذانا صاغية ممن نتعزهم الغير على هذه المدينة المحطمة الغارقة في ظلمات لا تفسير لها سوى الإهمال الوطني وانعدام المراقبة وانعدام المسؤولية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.